أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في أحد أنفاق السيارات الموجودة في منطقة الجنادرية الآن، في أحد أنفاق السيارات، أنفاق الموجودة في منطقة الجنادرية الآن، يوجد بها تماثيل منحوتة لخيول من الأسمنت على طول النفق، ما هو العمل معها وما الواجب علينا تجاه هذا الأمر؟ اكتبوا للإفتاء ينظرون في هذا الموضوع ويناصحون ولاة الأمور في هذا. نعم، عليكم بالكتابة. نعم.